انا اسمي حسام حسن، شغال في السندوتشات البيتي، عندي 25 سنه. انا من زمان اصلا من ايام اعدادي وانا كنت حابب ان انا اشتغل وان انا امسك فلوس واعمل فلوس واصرف وكده. كنا لسه بقى صغيرين والواحد بيبقى عايز يمسك حاجه في ايده يعني، وكنت حابب الموضوع دوت. وكان اصلا حد صاحب شغل هو اللي كان عرض عليا فكره ان انا اشتغل من ثالثه اعدادي، فكنت بشتغل في ايام الاجازه وبرجع تاني في الامتحانات، بقعد من الشغل امتحن وبعد كده بنزل تاني. وبعدها دخلت ثانويه عامه، ففي ثانويه الحمد لله ربنا كرمني وجبت مجموع كويس، وانا كنت حابب ادخل كليه الاداب علم النفس، ودخلت الحمد لله كليه اداب قسم علم نفس. ومن هنا بقى بدات الحياه الجامعيه. في ايام الجامعه بقى حسيت بالمسؤوليه اكتر وكان ورايا التزامات اكتر، فاحتجت ان انا بدل ما اشتغل شغلانه واحده احتجت ان انا اشتغل شغلتين من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 4 الفجر، وكنت بنام حوالي 4 ساعات او 3 ساعات تقريبا، واصحى تاني بكمل اليوم. ومجال شغلي كان مديني خبره كويسه قوي، كان بقالي حوالي 10 سنين تقريبا فيه، فكنت واخد خبره كويسه قوي في ان انا اقدر استقل بذاتي، وكنت دايما في شغلي في مجال المطاعم والكافيهات موجود في المطبخ. مجال شغلي اداني خبره كويسه قوي ان انا اقدر اقف بطولي واشتغل لوحدي واعتمد على نفسي، واقدر ان انا اعمل حاجه ليا اكون استفاد منها في الوقت الجاي وفي مستقبلي. وخصوصا ان انا كان بقالي كتير قوي شغال من سنين، فما كنتش برضو بصيت لمستقبلي كويس ان انا اقدر اقف على رجليا صح. فده اللي انا بصيت له النهارده، ان انا اقدر اقف على رجلي صح وكويس قوي، وحاجه كنت انا المسؤول الاول والاخير فيها. فجت في بالي فكره ان انا اعمل السندوتشات دي واغير في شكلها واعمل حاجه جديده تكون كويسه، فبدات ان انا انزل الشارع وعملت السندوتشات دي في الشارع، وابتديت ووقفت في الشارع ونفذت الفكره فعلا. والحمد لله يعني كرم ربنا كان كبير قوي الحمد لله، ونجحت وشفت اقبال كبير جدا الحمد لله، وناس كتير كانت بتشجعني وناس كتير كانت بتقف ورايا وبتدعمني وبتدعي لي. والحمد لله يعني ربنا ما خيبش ظن حد، وانا الحمد لله كنت قد المسؤوليه وتعبت كتير وشقيت كتير ونصيبي كان كويس. وطبعا ده كان ريسك يعني كان ريسك كبير جدا بالنسبه لان انا هسيب شغلي وهسيب كل حاجه وهبدا انزل انفذ الفكره دي اللي انا مش عارف سواء هتنجح او مش هتنجح، خصوصا ان انا كنت ايامها كنت خاطب وكان ورايا مسؤوليه وفتره معينه ملزم بيها في ان انا اتجوز، ويعني رميت توكلي على الله ونزلت وتوكلت على الله، والحمد لله ربنا كرمني كويس جدا الحمد لله. وبناء على كده الحمد لله ابتديت ان انا اوسع المشروع واخدت مكان وكبرت الشغل شويه، ووالدتي وقفت معايا وساعدتني فيه، وان الشغل كان بالاكتر بيتي، شغل بيتعمل في البيت وحاجه انا واثق منها ومن نظافتها وواثق من جوده المنتج اللي بيتعمل وبيتقدم للزبون. وبرضه الحمد لله يعني لما خدت المكان برضه الحمد لله الناس برضه كانت فضلت ورايا برضه بتشجعني وبتدعمني، وناس كتير قوي كانت بتدعي لي حتى من غير ما اكون معرفهم والله. والحمد لله يعني انا كسبت ناس كتير قوي بتحبني من المشروع دوت، ودعواتهم ليا هي اللي موقفاني لحد النهارده الحمد لله. والحمد لله ربنا كرمني واتجوزت، ومن بعد ما اتجوزت مراتي كانت طبعا هي من ايام الخطوبه كانت تحب تشاركني في المشروع، وبعد ما اتجوزنا بقت بتنزل تبقى موجوده معايا وبتحاسب بتقف تاخد اوردر، وحابه دايما تبقى موجوده جنبي وخطوه بخطوه مع بعض. والحمد لله يعني ده مديها دفع كويس ومديني دفع كويس جدا قوي للشغل. هي حابه من نفسها ان هي يعني مفضله وقفتها جنبي عن البيت وعن يعني رغم ان احنا عرسان جداد، المفروض طبعا ان في الوضع الحالي بيبقى فيه خروجات وي وكذا، بس لا يعني احنا الحمد لله هي حابه الشغل، حابه ان احنا نقف، حابه ان احنا نكمل، لا لسه ما نجحناش، لسه ما وصلناش، لسه في اكتر. انت وقفت لوحدك في الاول، فلا احنا دلوقتي هنقف احنا الاثنين في ظهر بعض وان احنا نوصل احسن، وربنا يكرمنا. وان هي يعني مفضله الشغل والوقفه دي عن البيت بكتير جدا يعني، ودي حاجه لوحدها بتفرحني والله. ووالدتي برضو يعني بتبقى برضو موجوده معايا برضو زي ما هي برضو بتساعد، وطبعا هي شايفانا واقفين مع بعض دي حاجه مفرحاها اكيد، وبرضو بتديها دعم ان هي برضو موجوده في الشغل دايما بتساعدني بتجهز لي الحاجه في البيت، بتبقى موجوده معايا برضو في المكان معظم الناس عارفاها وبتحبها جدا بتدعي لها برضو، ودي حاجه والله يعني انا فخور بيها جدا.
وانا دايما بحب اشور عليها دايما في الاكل، في التوابل، ايه الحاجه اللي ممكن تفرق بتخلي طعم الاكل دوت يختلف، ازاي انا اكون مميز مثلا بسندوتش معين، ايه التوابل اللي ممكن تحط هنا تبقى كويسه، ايه الحاجه اللي ممكن تخليني مختلف في الاكل. دايما هي بتنصحني حتى بضيف منتج جديد او بغير المنتج دوت من كذا لكذا، ويعني اصلا لولاها ما كانش هيكون في مشروع اصلا، يعني هي يعتبر الكل في الكل. نفسها ده يعني ده الحاجه في الاكل اللي انا بتعلمها دايما والله، وخليها دايما حتى الاكل انا لما بشتغل بخليها دايما تدوق الاكل كويس عشان برضه ابقى واثق من المنتج اللي طالع للزبون. هي عندها حصه تذوق عاليه جدا ان هي تقدر اول حاجه دي كويسه، لا الحاجه دي ناقصه سوا، ناقصه كذا، ناقصه كذا. هي خبرتها طبعا بتعديني بكتير، وهي يعتبر الاساس في الشغل. في البيت كانوا بيكرهوا الطبيخ بتاعي قوي، مش بعرف اطبخ خالص اصلا، كنت دايما اخش اعمل محاوله ما كتفش، بس ما نجحتش الا في البيت، كانت احسن حاجه بتطلع مظبوطه دايما. طبعا الحاجه كانت بتفوق المرحله دي خالص في الطبيخ، حاولت كم مره في موضوع الطبيخ ده بس لا، ست البيت لا يعول عليه. وكملنا بقى بعد الجواز، كنت ايه يعني بدات بقى الحمد لله يعني قدرت ايدي تمشي شويه في الاكل احسن وبتاع، وتعلمت اكتر. فبرضه جيت في بدايه الجواز كنت انا اللي بطبخ، بس الحمد لله برضه عملنا شاورما كانت نايه جدا، شايف ليه؟ لانه طلع اوردر الشاورما في المكان مظبوط، بس انا عملت الشاورما كانت نايه. وتعبت انا ومراتي اليوم ده، حتى احنا الاثنين اتفقنا ان احنا الاثنين بطننا وجعنا اليوم ده. وبعديها قالت لي لا خلاص بص المطبخ ده خط احمر، انت اخرك المحل ما تخش مطبخ تاني خالص. فدخلت بقى هي تطبخ خلاص، وعملت باميه والحمد لله كانت نايه يعني، بس كانت حلوه. بس لازم برضه ارجع اقول لها تسلم ايديكي وحلوه وجميله، عشان لسه عشان جداد بقى لازم نعمل كده. انا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بمكان انا موجود فيه. وانا قبل المكان كنت بقف في الشارع، طبعا يعني وقفه الشارع اكيد كانت سبب لان انا اكون موجود في المكان ده النهارده، لكن وقفه الشارع هي مش سهله، لكن برضه انا خدت منها خبره كتيره جدا وكبيره جدا. انا كنت واقف في منطقتي في مكان انا متربي فيه، المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لي في المدارس لحد دلوقتي عارفيني، صحابي، اهلي، عمامي، كل الناس دي كلها محدش كان يعرف حاجه عن الموضوع ده، وما فيهم وليله انا بقيت واقف في الشارع بترابيزه بعمل حاجات وهم شايفيني واقف. هو بيبيع حاجه بس هو بيبيع ايه لسه ما فيش حد عارف حاجه. فطبعا محدش كان عنده الجراء ان هو يسال او يشوف، بس البصات طبعا كانت بتبقى تقيله في الاول، خصوصا الوضع جديد عليا برضه انا لسه مش متعود عليه. فواحده واحده بحاول ان اتقبل البصات يوم عن يوم عن يوم لحد ما اتعرفت والناس بدات تعرفني، وناس تانية كانت حابة تيجي تعمل نفس الفكرة وتعمل نفس موضوع السندوتشات. أنا ما كنتش عندي مشكلة خالص، بالعكس يعني في ناس كانت بتيجي تقول لي أنت وقفتك شجعتني إن أنا كمان أقف، لا فأنا هساعدك تقف، أنا هعمل لك منتجات وأساعدك تقف وتبيع أنت كمان برضو، وقفتك هتشجعني أنا كمان أقف، ووقفتك هتشجع غيرك ينزل برضو ويقف. وفعلا ده دلوقتي حصل، يعني في ناس كتير قوي على بداية وجودي بقى موجودين وبيعملوا نفس المنتجات ونفس كل حاجة، ودي حاجة كويسة جدا. أنا بالنسبة لي هي يعني الحمد لله ان انا وصلت له النهارده، بس ممكن اقول ان انا مش هقدر اعمله تاني لو بدات من الصفر ارجع اقف في الشارع تاني واعمل كده تاني، بس لا لو الظروف حطتني انا هرجع اعمل كده تاني وما عنديش مشكله خالص، دي حاجه تشرف يعني. انا النهارده الحمد لله ربنا كرمني واتجوزت، والحمد لله عندي مكان مستقر وشغال الحمد لله، والحمد لله اللي بيدخل لي مكفيني جدا. بس احب ارجع لنقطه، انا في يوم وليله كنت شغال شغل ثابت زي اي حد، عندي كل شهر مرتب ثابت، عندي دخل انا عارفه واللي هو المفروض ده اي حد فينا في الدنيا كده. وانا جيت في مره واحده انا سبت الشغل ده وجيت نفذت الموضوع ده، ومن غير ما اكون عارف انا هيدخل لي كام، هقبض كام، جايز يكون الشغل الثابت كان مرتبه اعلى او دخله اعلى. انما لا، انت بترمي تكالك على الله، ده ريسك، والريسك يعني بيكون فيه رزق برضه. انت على قد ما بتتعب وبتسعى فربنا بيكرمك على قد سعيك. مش ملهاش علاقه والله بان انت بتقلد او بتعمل او بتخلي، لا خالص والله، هو ربنا بيكرم كل واحد على قد ما هو بيتعب. عادي انا ممكن بكون واخد الفكره بس انا تعبت واجتهدت، فانا نصيبي على قد اجتهادي وسعي او على قد ما انا تعبت فيها، ملهاش علاقه خالص بعلاقه الشغل نهائي يعني. فانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمني ويرزقني بالذريه الصالحه، واني اكون قدرت اعمل مستقبلي ومستقبل ولادي في اللي جاي، وان المشروع بتاعي يكبر وان ولادي يكبروا ويلاقي ولادهم قصه كفاح، حاجه تشرف يعني.